طب التليفون من كابتن اسلام فتحي نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا مها، ازيك؟ ازاي عامله ايه؟ حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله، وانت طيبه وكل مشاهدينك وكل جمهور الزمالك العظيم بخير ان شاء الله. وحضرتك بصحه وسلامه يا رب دايما، وانت ونسمع طيبه يا عنك كل مها. خير يا رب دايما. في البدايه طبعا قبل ما اسال حضرتك عن مباراه الاياب، عايز اسالك عن مباراه الذهاب واسالك كمان على الفوز خارج الارض، وشوف ازاي هدف عبد الله السعيد. في البدايه بنقول الحمد لله، دي اول مباراه في الموسم بياخدها نادي الزمالك، موسم 24 25 مباراه في الكونفدراليه اللي هو نادي الزمالك حامل اللقب بتاعها، وان شاء الله نتمنى من الله عز وجل ان نادي الزمالك يحافظ على البطوله للسنه الثانيه على التوالي. دائما وابدا يا مها، المباريات الاولى في بدايات المواسم ما بتبقاش افضل حاجه، ما هيش افضل حاجه فنيا ولا بدنيا ولا نفسيا، ليه؟ لان انت عارفه ان الريتم والاداء والعلو في سواء النواحي الفنيه او البدنيه او النفسيه بيجي مع تتابع المباريات، وبالتالي اول اسابيع دائما وابدا في المسابقات بتبقى الدنيا مش افضل حاجه، ناهيكي على ان دي مباراه في مباراه قاريه، يعني مش في الدوري العام ولا مباراه محليه، لا دي مباراه قاريه وخارج الارض برضو، وفي كينيا. اي نعم كينيا مش من الدول المتقدمه افريقيا في الكوره، لكن برضو الى حد ما كينيا لها باع في كرة القدم وعندها بعض الفرق المحترمة زي الفريق البوليس الكيني وأيضا جورماهيا لوباردز الكيني برضو، وبالتالي أن نادي الزمالك يقدر يحقق نتيجة إيجابية في بدايات المشوار وخارج الأراضي ديت أكيد حاجة إيجابية بتحسب للجهاز الفني، بتحسب للاعبين، وخصوصا زي ما قلت لك أن نادي الزمالك رايح وهو حامل اللقب، ودائما وأبدا الأندية الأفريقية لما بتلعب نادي الزمالك سواء في الهوم أو الأوي يعني بره أو جوه بيعملوا ألف حساب لفرقة الزمالك، وبالتالي المباراة دي ما بتبقاش سهلة زي ما الناس متخيلة. طبعا هناك فوارق كبيرة جدا في الإمكانيات الفنية والبدنية والبطولات والأرقام بين نادي الزمالك وبين نادي البوليس الكيني، ولكن الدوافع والطموحات لدى الأندية ديت بتبقى يعني عالية شوية، بيلعب بطل القارة، وبالتالي بتبقى الدوافع عندهم عالية شوية. ناهيك ان المباراة كانت في نيروبي في العاصمة الكينية، لكن الحمد لله جوميز ولاعبي نادي الزمالك قدروا ان هم يطلعوا فايزين، واذا ما كناش خدنا الحسنيين مع بعض يعني المكسب والاداء الكويس طلعنا بحاجة حلوة اللي هي المكسب خارج الديار، وان شاء الله لاعبي نادي الزمالك قادرة ان هي تأكد على الفوز ده يوم الجمعة باذن الله. طيب حضرتك كابتن تنصح جوميز بإيه إن شاء الله في التشكيلة يوم الجمعة في مباراة الذهاب؟ يعني حضرتك مع تثبيت التشكيل ولا مع التدوير في المباراة؟ بالظبط، تعالي اتفق على مبدأ عريض جدا يا مها، وكل جمهورك العظيم ومتابعينك عارفين الكلام اللي أنا بقوله ده، إن حتة إنك تعمل روتيشن أو تغيير في فترات زمنية قليلة مش مطلوبة ومش مستحبة. نمرة اتنين، خدي بالك إن جوميز حتى لو صرح بغير كده ولكن هو ده اللي في العقل الباطن مباراة النادي الأهلي في السوبر الأفريقي، حتى لعيبة نادي الزمالك لو هم صرحوا بغير كده ولكن في العقل الباطن، أنا بكلمك كلاعب كرة طبعا، إن العقل الباطن بيفكر في مباراة السوبر في نادي مع النادي الأهلي، وبالتالي المباراة اللي جاية يوم الجمعة جوميز عايز يخلصها من سكند وان يعني من أول ثانية علشان طبعا يقدر بالظبط كده، علشان لو هو في دماغه انه يعمل الروتيشن اللي حضرتك بتقول عليه ده يقدر يعمله الشوط الثاني في نهايه الشوط الاولاني، كل ما كانت النتيجه مستريحه وكل ما كان اللقاء خلاص بلغه الكوره بيموت، كل ما كان ادى رياحيه ورفاهيه للجهاز الفني انه يعمل التبديل والتوفيق، ولكن بتكلميني على بدايه المباراه، لا اظن جوميز ما عندوش الرفاهيه ديت ولا اي مدرب عنده الرفاهيه ديت دلوقتي، لان هو لازم يطمن على اللقاء، يطمن على الثلاثه بونت، يطمن على الصعود، وبعد كده يقدر يبدا يعمل التبديل والتوفيق. ومش عايزين نتذكر تاني مباراه ارتا سولار اللي كانت السنه اللي فاتت وكانت مباراه دراماتيكيه، مش عايزين نوصل لكده، احنا ممكن نهاجم ال 90 دقيقه وكره او هجمه مرتده لا قدر الله ممكن تحصل مشكله، فاحنا مش عايزين دي، احنا ان شاء الله نضمن المكسب وبنتيجه كويسه وبريحيه كويسه، وبعد كده جوميز يقدر يعمل يريح بعض اللعيبه اللي هو شايف ان هي من الممكن تفيده في مباراه الجمعه اللي بعد الجايه، لكن ان هو يعمل روتيشن من بدايه المباراه اظن دي هتبقى صعبه شويه، ولو اتعمل واذا كان لابد من الممكن يبقى لعيب او اتنين لعيبه بالكتير قوي، لكن اللي هو يحصل زي ما حصل في كاس مصر
وحصل في المباراه الاخيره السنه اللي فاتت مباراه الدوري ان نعمل روتيشن بست وسبع لعيبه، ما اظنش ده هيكون الفكر اللي بيفكر فيه لا جوميز ولا الجهاز الفني اللي معاه في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله. تاثير المباراتين على ماتش السوبر؟ طبعا انا زي ما بقول لك يعني، حتى بقول لك العقل الباطن للجهاز الفني والعقل لا الباطن لا العقل الباطن لينا احنا العقل الباطن للجهاز الفني بيفكر في الشرطه الكيني، بس احنا عمالين نفكر في السوبر. لا بص يا بقى اقول لك حاجه تعالى اتفق ان مباراه الاهلي هي بطوله لوحدها، ومش هنعيد ونزيد في الكلام ده، كل الناس عارفه والكلام ده قتل بحثا ان هي مباراه لوحدها وهي بطوله لوحدها حتى لو ما بتتلعبش على بطوله، ما بالك ان هي بتتلعب على بطوله قاريه، بطوله السوبر اللي نادي الزمالك هو اول نادي حصل عليها بجون الكابتن ايمن منصور 93 94 وبرده اللي بيساعد على كده ان الحمد لله ان فرقه البوليس الكيني مش هي الفرقه اللي تعمل لك مشكله فنيه داخل الملعب، سواء الماتش كان في كينيا او في مصر، وبالتالي ان جوميز بيفكر اكيد هو راجل مدرب محترف بروفيشنال، يعني بياخد المباراه بمباراه، يعني كل مباراه بحده، ده ما فيش مشكله خالص، ولكن هو اكيد وهو بيرتب اوراقه لمباراه البوليس الكيني اكيد برده عينيه من تحت لتحت كده بتبص من على غير ما يقول لنا بالظبط ده اكيد، بس احنا عارفين بس ما بنقولوش بس احنا عارفين ما بنقولش اللي احنا بالظبط كده. اللعيبه نفسها طبعا مباراه البوليس الكيني مباراه متشافه وفي البطوله ومتذاعه وكل حاجه، لكن ما تنسيش ان بعدها باسبوع مباراه على السوبر الافريقي، يعني كل العالم بيشوفها طبعاً. كل لعيب بيتمنى ان هو يعني الناس تشوفه ان هو يحترف بره وما يحترفش في اي نادي وما يحترفش في اي دوله، لا حتى اللعيب نفسه هو بيفكر في مباراه البوليس الكيني، ولكن برضه من تحت لتحت هو بيبص على مباراه النادي الاهلي، وخدي بالك مش لعيبه الزمالك بس، وايضا الفريق المنافس بيعمل كده وجهازه الفني بيعمل كده طبعا. فاذا هي بالظبط كده، فاحنا نحمد ربنا الحمد لله ان مباراه البوليس الكيني الشوط الاولاني انتهى لنا. اخيرا يا كابتن توقعاتك ايه ليوم الجمعه ان شاء الله؟ الجمعه اللي جايه دي على لا الجمعه اللي جايه لسه اللي بعدها بكلم حضرتك. لا تحت امرك يا حبيبتي. لا ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك قادر على انه يكسب المباراه دي ويعدي باذن الله للادوار اللي بعد كده، ولكن الكوره ما تعرفش الكلام ده، الكوره عايزه الجهد، عايزه العرق، عايزه التركيز. نادي الزمالك داخل وهو حامل اللقب، نادي الزمالك وداخل وهو اكبر او من اكبر الانديه الافريقيه، فرقه البوليس الكيني يعني متواضعه الى حد ما فنيا، ولكن الكوره ما تعرفش الكلام ده، فنتمنى ان شاء الله من نادي الزمالك باذن الله انه هو يقدر يخلص بلدي كده على المباراه من اولها، علشان لو الجهاز الفني عنده فكر ان هو يريح بعض اللعيبه او يعمل تبديل وتوفيق تبقى العمليه ديت متاحه من اول اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن اسلام فتحي نجم لاعب نادي الزمالك السابق، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا.